مشاهدينا اهلا بيكم معانا ومساء الخير، واهلا بيكم في حلقه جديده من انا والناس. النهارده معايا ضيفين انا بعتبرهم ضيوف مهمه ومفيده جدا. الضيف اللي هيكون موجود معايا النهارده الدكتور عمرو يسري، استشاري الطب النفسي. دكتور عمرو يسري انا بعتبره من احسن الناس اللي بتدي نصايح نفسيه، وخاصه للازواج، الناس اللي عندهم مشاكل زوجيه. انا بشوف ان الدكتور عمرو يسري من اشطر الناس اللي بيدي نصايح فعلا، ومستمع جيد جدا، وناس بتحب تسمعه، فانا ومن ضيوف العزاز على قلبي. النهارده هنتكلم عن موضوع ظريف ومهم جدا، ممكن الناس تتخض لما بتسمعه، ولكن هو موضوع موجود، ما نقدرش ننكر ان هو موجود دلوقتي. ممكن جوزك او ابنك يدمن مخدرات، او ممكن يدمن شغل، يبقى جوزك مدمن للشغل، يعني الشغل عنده رقم واحد، مخدرات عنده رقم واحد، اصحابه عنده رقم واحد. وممكن كمان جوزك او ابنك، اقولها لكم ازاي، يعني في ناس بتقولها بطريقه شيك شويه، اصل هو مدمن لشبكات التواصل الاجتماعي، بس هي مش كده، يعني مش عارفه اجيبها لكم ازاي. ادمان المواقع الاباحيه مثلا يعني. في رجاله كتير وستات كتير بتبقى عارفه ان الرجاله بتاعتها بتدخل على مواقع اباحيه عبر الانترنت، ويبتدوا يعملوا شات مع حد، يبتدوا ان هو بيمارس رذيله او متعود ان هو يعمل كده على الانترنت. هو بيحب كده، ممكن يكون ما بيحبش ينفذ ده على الحقيقه، بس بيحبه يعمل كده عبر الانترنت. طيب هل لو جوزي بيعمل كده، هل ممكن ابني كمان يعمل كده؟ هل ممكن ابني يدمن حاجه زي دي؟ ما هي دي الفكره، هو جوزك ادمن ده ومامته ما خدتش بالها. طيب انا لو شفت ان ابني ابتدى يتفرج على الحاجات دي، المفروض ان انا اعمل ايه او اتصرف معاه ازاي؟ تمام، فالموضوع ده هنتكلم عنه النهارده، وهنتكلم عنه باستفاضه، عشان كده كلمونا على الارقام اللي بتنزل قدامكم على الشاشه. وعلى فكره اللي شجعني ان انا اتكلم على الموضوع ده النهارده الرسائل الكتير اللي اتبعتت لي. ستات بعتالي بتقول لي انا جوزي ما مش شايفني ست، هو مش شايف اي واحده ست، هو ست بالنسبه له اللابتوب اللي قدامه، الكمبيوتر اللي قدامه هو ده الست بتاعته. فلقيت انه في ستات كتير بعتالي بتقولي كده، فقلنا ان احنا طب نناقش الموضوع ده بطريقه علميه ونفسيه، ونشوف ايه اللي بيخلي الراجل يعمل. على فكره الادمان مش سهل، الادمان مش سهل، ده نوع من انواع الادمان، وليه خطوات علميه عشان يتبطل، يعني عشان الراجل يبطله ممكن ياخد خطوات علميه، وممكن انت تكوني ذكيه وتساعديه في ده، لان هو مدمن الحاجات دي بقاله فتره، من قبل ما يعرفك، من قبل ما يتجوزك، من هو صغير. فانت يعني خليكي ذكيه، خليكي كبيره، ازاي تقدري تطلعيه من المحنه اللي هو فيها، هو في محنه حقيقيه، فازاي اقدر اطلعه من المحنه دي؟ ده موضوع هنتكلم عنه النهارده. ضيفي التاني برضو اللي عزيز جدا على قلبي اكيد الشيخ عبد الله سلامه، مسؤول وحده لم الشمل. انتوا عارفين طبعا ان وحده لم الشمل بتكون موجوده معانا كل سبت، عشان الرسائل الكتير اللي بتتبعت لنا ناس عندها مشاكل اسريه، سواء الراجل عنده مشكله مع مراته او العكس، ونبتدي ان احنا نحللهم المشاكل دي عن طريق لم الشمل. وزي ما قلت لكم قبل كده، لم الشمل، وحده لم الشمل في الازهر الشريف اللي انا والناس عامل مبادره معاهم، على اتم استعداد ان هم يجوا لكم لحد البيت، بيجوا لكم لحد البيت. هنقرا الرسائل بتاعتكم، وهنشوف الشيخ عبد الله هيرد عليها يقول ايه، وكمان هنستقبل اتصالاتكم. وفي استغاثه النهارده كمان هناخدها في بدايه الحلقه، هرجع لكم بعد الفاصل بانا والناس، قريب من الناس هستقبل اتصالاتكم، وكمان هقرا الرسائل بتاعتكم، ولكن بعد الفاصل استنونا. دلوقتي فقره انا والناس قريب من الناس، كلمونا على الارقام اللي هتنزل قدامكم على الشاشه، وكمان هقرا رسائلكم. ولكن قبل ما ابتدي مع رسائلكم والاتصالات، حابه اقول خبر مهم. كان في والدة الطفلة مروة كانت بعتة استغاثة. تعالوا أقول لكم إيه اللي حصل مع مروة. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بعلاج الطفلة مروة تامر محمد، تواصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مع والدة الطفلة، ووجهت بتوفير سيارة إسعاف مجهزة لنقل الطفلة من بيتها بمركز الباجور بمحافظة المنيفية إلى مستشفى معهد ناصر لعلاجها على نفقة الدولة، مع متابعة الحالة بصفة يومية وإرسال تقرير طبي بحالتها للرئيس يومي برضه. ويأتي هذا التوجيه ضمن إعلان الرئيس إن عام 2018 هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة، وحيث أن الطفلة المذكورة من ضمن هذه الفئة
التي توليها الدولة اهتماما بالغا. وفور وصولها إلى مستشفى معهد ناصر كان في انتظارها فريق طبي من مختلف التخصصات، حيث تم إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، وتبين أن الطفلة تعاني من متلازمة داون مصحوبة بعدم ثبات ما بين الجمجمة والفقرات العنقية الأولى، مع وجود ضغط على النخاع الشوكي وإصابة بالحبل الشوكي، وما ترتب على ذلك من معاناتها من شلل جزئي بالطرفين السفليين. وقامت المستشفى بإجراء الجراحة اللازمة لها بواسطة فريق طبي على أعلى مستوى، وهي الآن حالتها مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة. الجدير بالذكر أن والدة الطفلة كانت قد ناشدت الرئيس الجمهورية للتدخل لعلاج بنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة لحاجتها للتدخل جراحي سريع ودقيق لإجراء عملية تثبيت فقرات الرقبة نتيجة تأثر النخاع الشوكي وعدم قدرة الطفلة على الحركة، مما أدى إلى معاناة يومية للأسرة وعدم قدرتهم على علاج بنتهم. طيب أنا عايزة أقول لكم في دلوقتي في الدقيقة اللي أنا وإنتوا بنتكلم فيها مع بعض، البنت لسه خارجة من غرفة العمليات، يعني مروة لسه خارجة من غرفة العمليات. فحاجة طبعا كويسة جدا انه في حالات ما بتستحملش ما بتستناش، في مبادرة دلوقتي امر بيها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان كل الحالات الحرجة يتم علاجها فورا، ما تستناش، كل قوائم الانتظار تختفي، كل اللي على قوائم الانتظار يتم علاجهم، لانه في مرض ما بيستناش، في مرض ممكن اصبر عليه وفي مرض تاني ممكن ينهي حياتي. طيب في خبر تاني عايزه اقوله، السيسي ينهي معاناة 7000 مريض من قوائم الانتظار، ده اللي انا كنت بكلمكم عنه دلوقتي، قوائم الانتظار اللي موجوده في المستشفيات الحكومي. طيب تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحيه والتدخلات العاجله، نجحت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية في إجراء العمليات الجراحية لسبع، مين اللي اتعمل لهم كم عددهم قد إيه اللي اتعمل لهم عمليات جراحية؟ 7606 مريض كانوا على قوائم الانتظار، من أصل كام؟ من أصل 12127 مواطن مسجلين في المبادرة منذ بدايتها اللي كانت في 18 يوليو 2018. ويعود الفضل في إجراء التدخلات الجراحية إلى توحد جهود كافة قطاعات الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس، بما أدى لإنقاذ مرضى القوائم من ويلات المرض والألام لأشهر طويلة في انتظار إجراء العمليات. تقوم المبادرة على 9 تخصصات طبية، المبادرة دي اللي هي معمولة عشان تقضي على قوائم الانتظار، مش عايزين يكون في قوائم انتظار وخاصة للعمليات الحرجة والعاجلة. ايه بقى التخصصات اللي فيها الطبية اللي فيها؟ القلب المفتوح، القسطرة، جراحة تغيير المفاصل، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة للأطفال، وزراعة القرنية، وجراحات المياه البيضاء، مياه البيضاء، وجراحة أورام المخ والأعصاب. دي التخصصات اللي المفروض تتم بسرعة. طيب تعالوا نروح نشوف التقرير ده ونرجع نكمل معاكم مرة تانية. كان عندي صمام ما كنتش أعرف يعني، فجيت هنا كذا مرة وعملت إشاعات، فالدكاترة هنا في جراحة القلب قالوا لي لازم عملية يعني وتغيير صمام في القلب يعني وكده، قلب مفتوح. فجيت كذا مرة فبيقولوا لي مفيش مكان يعني، الدنيا زحمة هنا ومفيش مكان وكده، فبقيت أمشي. والله بقيت أدعي من ربنا إن أنا بقيت عايزة أعملها هنا، يعني ربنا استجاب لي دعايا بالمبادرة بتاعت الرئيس في الوقت اللي أنا كنت عاملة راحة وجاية فيه، عشان يعني ربنا يقوم لي بالسلامة لبناتي وكده، لأن بابا متوفي ومعي 4 بنات، نفسي أقولهم بالسلامة يعني. المبادرة دي يا أستاذ شفناها في التلفزيون، راحت بنتي راحت متصلة بوزارة الصحة، والله 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 أقسم بالله ما فيش، اتصلت في يوم بعدها بيومين على طول راحوا متصلين بيها، قالوا لها يوم السبت مع ناصر. رجينا والله العظيم هما اللي لفوا معانا، خلصوا لنا كل حاجة، كشوفات، تحاليل، وبدون اي حاجه، بدون مقابل. وهنا ما شاء الله عليهم، مستشفى نظيف، اكل نظيف، معامله ما فيش يعني، الحمد لله
معاملة أحسن معاملة والله، ولا مستشفى خاصة بالفلوس. فوالله المبادرة دي زي ما يكون ربنا استجاب لي دعايا، والرئيس والله العظيم ربنا يبارك له في صحته ويحفظه، واللي بصيتني أنا قمت لبناتي في السلام الحمد لله. كل حاجة تقوم إلا المرض، المرض وحش. حبيبتي ربنا يشفيكي ويشفي كل اللي زيك. معايا مين اول اتصال يا جماعه؟ ام ايمان من انا، اتفضلي يا ام ايمان. ازيك يا استاذه اميره؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. لا بصي يا استاذه اميره، انا كنت باخد جد تكافل وكرامه. انا واحده متطلقه ومعايا 3 بنات. وبعدين راح اتشال مني. ليه اتشال منك؟ ليه؟ كان ايه السبب؟ قالوا لك ايه السبب؟ قالوا لي انت عامله مشروع مع محامي، وانا مش انا مش ما معيش اي حاجه ولا اي قرش. ايه المشروع اللي قالوا لك ان انت عاملاه مع محامي يعني؟ ما اعرفش، هم كل ما اسال يقولوا لي عامله، انت عامله معاكي مشروع. طب جابوا الكلام ده منين؟ ما اعرفش. طب يا ام ايمان حاضر، انا اتواصل معاكي. ماشي، مين تاني؟ الاستاذ امير من البحيره، اتفضل يا استاذ امير. ايوه حضرتك، انا امير من البحيره. اتفضل يا استاذ امير، اهلا وسهلا. اهلا بيك حضرتك. انا دخلت مستشفى المنصوره. جميل، عشان اعمل عمليه سمنه مفرطه. اتحجزت فيها ما يقرب من 18 يوم. في قسم جراحه شفت حاجات عمر ما حد يشوفها خالص. ودفعت مبلغ 20,000 جنيه في المستشفى. في مستشفى المنصوره؟ وخرجت من المستشفى ما عملتش العمليه اصلا. يعني ايه؟ مش فاهمه. ايوه مش فاهمه، مش فاهمه. انت كنت بتعمل عمليه سنه مفرطه ليه؟ بعمل عمليات عشان اعمل العمليه والدكتور طلعني. ليه؟ لا لو سمحت وطي صوت التلفزيون بعد اذنك يا جماعه، من فضلكم اي حد هيكلمنا وطي صوت التلفزيون، ما تقعدش جنب التلفزيون بس عشان اسمعك. ايوه حضرتك. اتفضل. ايوه حضرتك. اتفضل. حضرتك انا مريض سنه مفرطه، وزني ايه العمليه اللي حضرتك رحت تعملها؟ تمام حضرتك سامعني؟ طب حضرتك يا جماعه يعني قلت وطي صوت التلفزيون بعد اذنك. طيب مين معايا تاني يا جماعه؟ استاذ رضا من القاهره، اتفضل. الو يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضل. كل سنه وحضرتك طيبه يا فندم. وحضرتك طيب. انا اشكرك جدا جدا على الحلقه اللي فاتت، وابني جه صالحني وجاب لي جهاز التنفس. استنى حضرتك، الاستاذ رضا اللي كان ابنك يعني مش عايزك في البيت، وكان في مشاكل ما بينكم، وكنت قاعد في النادي صح؟ استاذ رضا. ايوه يا فندم معاك. صح؟ اللي كنت قاعد في النادي. هو جاري يا فندم وصالحني وجاب لي جهاز التنفس. ها. نائب بتاع حلوان الباشمهندس الكبير اسماعيل نصر الدين جاري. ها. نادي على طول، وخدني وداني مستشفى حلوان العام بعربيته. وعاملين معايا اللازم يعني. الحمد لله. الاعضاء كلهم، الحاج محمد يوسف والكابتن اسامه صبري والكابتن مصطفى نصار والكابتن بيجو كلهم جولي. طب ممكن اسالك سؤال بقى، ابنك قال لك ايه؟ انا بس عايز افكر الناس بالقصه انه جالي هو واخواته وقال لي انا اسف وحقك عليها وسامحني. انا افكر الفقر الناس بالقصه بس. الاستاذ رضا كان عنده مشاكل مع ابنه، ابنه كان منع ان هو يدخل البيت، طبعا حاجه مش كويسه خالص. طيب هو جه واعترف بغلطته يا استاذ رضا صح؟ قال قال لي سامحني يابا، قلت له وانا مسامحك يا حبيبي خلاص. ودلوقتي ودلوقتي حضرتك قاعد فين؟ دلوقتي انا في المستشفى بتاعت حلوان العام. هترجع؟ سبت هناك بعد الحلقه، جالي على طول وخدني بعربيته وودينا حلوان العام. وبعد ما تخلص مستشفى هتطلع على فين؟ مش عارف بقى، هطلع على النادي. الله، مش بتقول ابنك جه صالحك وقال لك ما تزعلش مني؟ ايوه، ما انا هطلع النادي عشان اكمل بقى الشغل، وبعد كده اروح اقعد معاهم شويه هناك عشان ارتاح. يعني هو مش هيمنعك تاني من دخول البيت؟ لا 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 خلاص. يعني العلاقات بقت مستقره وكويسه؟ بركه في سعادتك طبعا. طيب وبيجي يزورك في المستشفى؟ هو بيتصل بيا على طول لان هو في ساعه في شرقيه. ربنا يكرمكم، ربنا يكرمكم، الحمد لله ان انت كويس، بس احنا اطمنا عليك، احنا مبسوطين. ماشي، معايا مين تاني يا جماعه؟ ام اسلام من بورسعيد، اتفضلي يا ام اسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا مدام امير، انا كان عندي كفاله وكرامه كنت بقبضها. تكافل وكرامه. ايوه، فجوزي اصلا عنده حمى البحر المتوسط، وابني برضه عنده حمى البحر المتوسط. وجوزي عنده ضمور في الكلى.
فقالوا لي اللي انت شالوا الكفاله وكرامه، قالوا لي اللي انت عندك عربيه. فاحنا فعلا كان عندنا عربيه، العربيه دي بايعينها احنا من 2011. ففي الماموريه بتاعه التامينات العربيه متباعه لواحد من 2011، انما في المرور كانت لسه متسجله باسمي. فقالوا لي دي غلطه موظف، شالوا بقى الكفاله والكرامه. فارجو من حضرتك يعني ان انت ايه تساعديني في الموضوع ده. انا هعمل فقره عن تكافل وكرامه، وهجيب كل وهجيب كل الناس اللي كلموني عن تكافل وكرامه، هعمل معاهم نشوف ايه القصه دي. معايا مين تاني يا جماعه؟ طيب بصوا بقى، فاكرين كنت مره اتكلمت عن رساله كانت جات لي، والرساله دي اثرت فيا جدا. انه احمد كان شاب في 30 من عمره، كان حياته طبيعيه جدا، كان متجوز وعنده ولد وبنت، خد ابنه وراح يزور اهله، عمل حادثة، ابنه توفى، وأحمد ما خلاص مش هيقدر يمشي تاني. مراته خدت البنت وسابته، كانت رافعة عليه قواضي، وهو عمل لها كل اللي هي عايزاه، ده على حسب كلامه، عمل لها كل اللي هي عايزاه، خاف يتبهدل في المحاكم وهو مريض. أحمد بعت لي تاني، أو بعت لي قريبه، هو اللي كان بعت لي تقريبا، بيقول لي برجاء مساعدة أحمد، أنا ابن عم أحمد، فرح جدا بذكر رسالته من حضرتك، وانا بشتغل في 6 اكتوبر، طلب مني اليوم اني اتوجه لمدينه الانتاج الاعلامي واسال على الدخول، بس انا خايف اني اتمنع. بص انا احمد ينورني، احمد انا بقول لك اهو، انت اول حلقه بعد العيد هتنورنا هنا في الاستوديو ان شاء الله. يعني لو انت بتتفرج علينا اول حلقه بعد العيد هتنورني هنا ان شاء الله على طول، وهبعت لك كمان تقرير عشان نطمن عليك ونشوفك انت محتاج ايه بالظبط، ونحاول ان احنا نساعدك ما تقلقش. طيب في كمان شهندة بعتها بتقول سلام عليكم، انا شهندة عندي 31 سنة، بشتغل مدرسة انجليزي ثانوي في المنوفية. انا بقول بياناتي عشان اوصل لحضرتك اني ست مستقلة من عيلة محترمة جدا وليا مركزي الاجتماعي. ماشي، مشكلتي بعتها لحضرتك قبل كده وقلت لحضرتك لو فشلت في حلها لوحدي هطلب منك المساعدة. انا فشلت، ملخص مشكلتي اني مش مطلقة، لكن جوزي واخد اولادي مني ورماني، وانا مريضة. لما عرف ان انا مريضة سرطان، يعني هو رماكي يا شهندة لما عرف ان انت مريضة سرطان، يعني مش اصيل، ماشي، منعني من دخول شقتي، ولما رحت لغاية بيت والدته عشان اشوف ولادي وارجعهم مرضيش يفتح البيت، وقال لي انت ما تلزمينيش بمرضك ومش هصرف عليكي مليم تاني. قلت له انا عايزة اشوف ولادي، رفض وقفل التليفون. انت كنت رحتي له البيت ولا؟ ماشي، وقفل التليفون. انا بقالي 3 شهور ونص دايخه في الاقسام عشان اعمل محاضر تثبت انه اخد اولادي واقدر اخد حكم ضم، بس المحامي متخاذل رغم انه مش اول محامي ينصب عليا. بصوا دايره المحامين دي، اصل بص اللي تقع في محامي كويس دي ربنا بيحبها بجد، يعني اصل ما هو دي بقى، اما كليه حقوق دي بتلم كله بيخش كليه حقوق، فعشان تقعي في محامي كويس لا انا مش قصدي حاجه كليه حقوق، انه ما هو احنا ليه هنا بنقول ايه، انا بشوف ان كليه حقوق دي من كليه القمم، دي بتطلع محامي اللي بيدافع عن حقوق الناس. انا بشوف ان كل المحاماه دي عشان اخش ادرس قانون لازم اكون جايب تقدير عالي جدا في الثانويه العامه. اكيد في محامين كتير محترمين، لكن في محامين كتير برضو بينصبوا ما بيتقوش ربنا. طيب المهم انت ايه المساعده اللي انت محتاجاها؟ انا مش عارفه، يقف جنبي والمحامين بيشوف انت عايزه محامي، لما بيلاقوني لوحدي ومريضه سرطان كمان بيستعبطوني، ساعديني الاقي محامي شاطر ومحترم. حاضر حاضر، وما يتنصبش عليا تاني. حاضر يا شاهنت، هعمل كده هعمل كده وهنتواصل معاكي على طول. طيب معايا مين تاني يا جماعه؟ ام احمد من القاهره، اتفضلي يا ام احمد. ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضلي. انا محتاجه منك مساعده، انا معايا 3 اولاد وكويس معايا وكل حاجه، بس الحمد لله ظروفنا الماديه مش كويسه. هو سواق، مع وظيفته سواق، بس وقفت جنبه عشان اشتغل وكده، بس انا عامله 3 عمليات في رجلي الشمال، شايله ورم حميد وكده بيرجع على طول. فروحت اشتغلت وكده، بس كل لما بشتغل بيطلع لي حاجات في رجلي اللي تعبيني. فنفسي
نفسي بجد تساعدوه نفسي، واللي انتوا تجيبوا له عربيه يشتغل بها في شركه او في اي حته. هو سواق. بصي انا هقول لك حاجه، موضوع عربيه ده بيتكلف فلوس كتير، وانا بقول لك انا وانت معايا على التليفون اهو، انا بطلب من رجال الاعمال ان هم، ولسه كنا بنقول الكلام ده امبارح هنا عندنا، محتاجين مشاريع صغيره لشباب كتير، فاحنا عاملين مبادره عايزين رجال الاعمال تساعدنا فيها. موضوع ان انا اجيب لك عربيه ده ممكن يكون صعب، ولكن ممكن اشوف حد يجيب لك يحط مقدم هو يكمل الاقساط، يعني ممكن نعمل حاجه زي كده او نشوف ممكن نعمل ايه يعني. هنكلمك. حاضر يا ام احمد. مين معايا؟ ام عمر من سوهاج، اتفضلي يا ام عمر. الو، ازيك يا ام عمر، عامله ايه؟ اهلا اهلا، عامله ايه يا مدام اميره؟ ازيك يا حبيبتي، اتفضلي. حضرتك انا جوزي شغال زي على مصدر شاي كده على الكورنيش. اه. وانا اتجوزت كنت في ثانيه كليه، حاليا انا معايا واد وبنت وكملت لغايه ما خلصت رابعه حقوق السنه دي. اه. وبس مصاريف الانتساب عاليه، فانا كنت اخش الامتحان بالبطاقه. اه. كنتش اقدر اعمل الكارنيه لغايه ما اترسمت المصاريف، ودلوقتي ان انا عليا حفظ 4000 الا، انا كل اللي طالباه بس ان انا عايزه خلصت اعتبر الليسانس السنه دي، وجوزي مثلا بعد الثانويه العامه وكليه وكده وقف معايا. بس انا طبعا مفيش حد يساعدني، وابويا متوفي والمعاش على قد مع امي وكده. ايه اللي انت طالباه؟ ايه اللي انت طالباه يا ام عمر؟ عايزه حد يعمل لي بس توسط لي، عايزه اعفاء من عميد كليه الحقوق جامعه اسيوط. انا مش سامعاكي، مش سامعاكي. انا مش قادره اسد المصاريف وكده، شهاده الليسانس تعتبر محجوزه. انا عايزه بس شهاده الليسانس ان انا اعتبر اتخرجت عشان اعرف الاقي اي شغل بيها اساعد بس جوزي وعيالي. انا معايا واد وبنت. طيب يا ام عمر هنتواصل معاكي. هي انا ما كنتش سامعاها خالص يا جماعه، على فكره صوتها ما كانش واضح بالنسبه لي. طيب طيب ماشي. شاهندة زي ما قلت لك هنكلمك، ام عمر هتواصل معاكي عشان اسمع انت، لان انا ما سمعتكيش، مش سامعاكي. طيب. واحده بعتالي مش كاتبه اسمها، جوزي في السعوديه شغال في شركه، وحصل حادثه معاه والشركه رفعت قضيه عليه وورطته في قواضي تانية، والمحامي متواطئ مع الشركه، ومعانا الاوراق اللي بتثبت ده. دي استغاثه وارجو الاهتمام، بقالنا 3 سنين ونص على الحال ده. طيب ايه هي الشركه وجوزك كان شغال فيها ايه وايه القواضي؟ يعني محتاجه تبعتي لي تفاصيل اكتر، ولا ممكن حاضر نتواصل معاكي؟ انت كاتبه الرقم. ماشي. ده مين؟ غاده. كان ليا طلب عند حضرتك، انا بتجيلي واحده بسيطه بتساعدني في الشغل البيت، ليها اخت صغيره مخطوبه وهتتجوز الشهر الجاي، طالبه مساعده في جهاز اختها. حاضر، احنا كده كده قلنا لكم ان احنا بنحضر دلوقتي ال 40 عروسه عشان هنسلمهم الحاجه بتاعتهم على مولد النبي، بس يتعمل دراسه حاله ونتاكد ان هم فعلا محتاجين، وعلى طول هنبتدي نسلم الاجهزه وهنسلم يوم مولد النبي ان شاء الله. مدام أميرة أرجوكي، أنا في كرب شديد، استلفت وجبت مكنة واشتغلت أنا وجوزي وبناتي في الأجازة، عايزة حد يساعدني ويجيب لي قماش أرجوكي. طب حاضر ماشي. لا سهلة، قماش سهلة، أصل أدام أنت عايزة تشتغلي وعايزة تنتجي وجبتي كمان المكن اللي هتنتجي بيه، عايزة قماش، حاضر نعمل كده. تمر حنة اللي بعد. حاضر يا تمر حنة. رزق من المنوفية، حاضر اتفضلي يا أستاذ رزق. السلام عليكم. وعليكم السلام. معاك رزق من 6 اكتوبر. من 6 اكتوبر، ازيك يا استاذ رزق؟ اتفضل. ازي حضرتك؟ الحمد لله. طيبة. وانت طيب؟ بستأذن حضرتك بس، عندي حالة، والدي عنده 70 سنة ولا 75 سنة. اه. وعايز عملية زرع قرنية، وراجل عاجز بقاله 16 سنة. اه حاضر حاضر، هنتواصل معاك يا استاذ رزق، حاضر. مين تاني يا جماعة معايا؟ طيب. جودي، ام جودي، انا محتاجه مكنه اوفر من فضلك، في مكنه خياطه اسمها كده يعني، حاضر المكن بنجيبه على طول. ام هاني، يا مدام اميره ساعدينا الله يبارك لك، في بيوت متدمره بسبب الموضوع ده، المشكله اللي حضرتك كنتي عرضاها، الراجل المصري اللي كانوا حاطين له مخدرات في عربيته، فاحنا امل ربنا يا ده امل في ربنا، احنا
هي بتكلمني عن المشكلة بتاعت المهندس علي القاسم اللي كان محبوس في السعودية، وهو مازال محبوس في السعودية لحد دلوقتي عشان خاطر دخل شحنة مخدرات السعودية واتهموه فيها، ولكن هنا في مصر أثبتوا أنه هو بريء وقدموا كل حاجة تثبت براءته. وهنا الحقيقة وزارة الداخلية عملت مجهود عالي جدا عشان تثبت براءة المهندس علي القاسم في السعودية، وكان محبوس بقاله فترة، وعايز أقول لكم أنه كان محكوم عليه فعلا بالإعدام، ولكن دلوقتي أعتقد ان الحكم توقف لحد ما نشوف هيحصل ايه. لكن هي براءته خلاص ظهرت. هي بعتها بتقول ايه بقى؟ حضرتك تنشدي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي انه يفرج عن المساجين المصريين اللي في الرياض. بصي هقولك حاجة لازم نسأل فيها يعني قانونا، هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ لو في حد راح بلد تانية مش بلده وارتكب جرم معين، هل ممكن انا اخده يتحاكم في بلده؟ يعني هو لو مصري اخده يتحاكم في مصر؟ فده لازم نسأل فيه قانونا هل هو يجوز ولا لا يجوز. ولكن خليني أسأل في الموضوع ده، لان اتبعت لي رسائل كتير جدا عن مصريين محبوسين في السعودية، والحقيقة الموضوع ده ضايقني جامد، يعني اكيد ما احبش ان اولاد بلدي يكونوا محبوسين في بلد تانية. ام ايمن، السلام عليكم يا جماعة، أنا عارفة وحاسة بالمسؤولية اللي عليكم وتبنيكم لقواضي النفقة والأسرة، بس أنا مش عارفة أعمل إيه مع بنتي اللي في ثالثة ثانوي، الحمل تقيل، وعلى فكرة أنا مطلقة من زوج تاني وعندي بنت تانية طالعة خمسة ابتدائي، بس البنت الكبيرة اللي همها تقيل. طبعا ما هي ثانوية عامة ودروس الخصوصية وفلوس كتير، وأنا فاهمة ده كويس قوي. باباها توفى، ماشي. طيب انت طالبه ايه؟ هل ممكن عايزه في دلوقتي مدرسين بيدوا دروس الخصوصيه مجانا؟ يعني واحنا عايزه اقول لك ان احنا في الشرقيه دلوقتي بنصور مبادره زي كده انه مدرسين بيدوا دروس خصوصيه مجانا، فانا ممكن اشوف لك حاجه زي كده لو عايزه. لكن حاضر. حامد من الفيوم، اتفضل يا استاذ حامد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذه؟ ازيك، عامل ايه؟ اتفضل. استاذه انا كده من شهر 12 2013 بنتي جوزها طردها وخد منها بنت طفله عندها 10 شهور. لحد النهارده خدنا قرار محامي عام وحكم محكمه، وبقالنا 5 سنين كده انا يوميا بنتي تقعد على نقعد على اللقمه تبكينا ونروح، بقالنا 5 سنين طبعا. لا لا في لا لا المركز، مركز الفيوم، احنا قريه ابو صير تابعين لمركز اطفاء، وهو تبع منشيه بغداد مركز الفيوم. يقوم المحضر يتصلوا على العمديه يخلوا الغفير، في غفير قاعد هناك مخصوص لحسابهم يخلوهم يقربوا البنت، وما فيش. كل يوم انا اروح مديريه الامن واروح المركز، لحد النهارده اقسم لك بالله. هو يعني احنا اللي تعبانين، وهو اقسم لك بالله ما دخل الاسم شرطه بقاله 5 سنين. طب انا عايز اسالك حاجه يا استاذ حامد. اتفضل. حضرتك تعرف مكانه فين؟ مكان بيته؟ مكانه في نفس القريه، وكله العمده بتاعهم تليفونه معايا، وعارف انه موجود في البلد، وكل ما ال 24 ساعه موجود في البلد. والبنت دلوقتي بقى عندها 6 سنين؟ بقى عندها 6 سنين. اقسم لك بيقولوا لها امك ماتت، لا بنتي تعرف بنتها ولا بنتها تعرفها لحد النهارده. والولد اتجوز تاني ولا ما اتجوزش؟ اتجوز تاني، وبنتي طلعتها المحكمه للضرر، وبنتي مطلقه وقاعده، وهو اتجوز، وامه بتاخد البنت تهربها وقاعده معاهم لحد النهارده. القريه كلها، قريتهم كلها تعرف انه جمعه ده لا يعرف يتنقل كده ولا كده، ما خلتش للمجلس القومي. المجلس القومي رحت لهم. خدت عليه حكم ولا لا؟ خدت عليه حكم؟ خدت عليه حكم عشان هو ما بينفذش تسليم الصغيره؟ يا فندم ده المحامين، محامينا ومحاميهم اتفقوا مع بعض وسرقوا القايمه بتاعتها وضيع حقوقها خالص. بدلوا القايمه من الملف بتاعها، واخده بنتي واخده سنه سجن و5000 جنيه غرامه. احنا يعني هي واخده عليه حكم بالحبس؟ ده هو اللي هي اللي واخده حكم بالحبس. ثانية واحدة، مين الحكم على مين؟ على يا فندم محامينا ومحاميهم اتفقوا مع بعض وخدوا قايمة المنقولات بدلوها وحطوا قايمة مزورة. وراحوا واحنا اشتكينا لمحامينا، قال لي الأول ده هم سرقوا القايمة، محاميهم سرقوا القايمة. ومن أنا بسألك، سيبك من القايمة دلوقتي، هو بنتك معاها حكم ضم يا أستاذ حامد، بنتك معاها حكم ضم وهو ما سلمش البنت، خدت عليه حكم ولا لأ؟ واخده حكم بتسليم الصغيره. طيب حاضر، هنتواصل معاك ونشوف ايه الموضوع ده، ولو وصل هاجي اصور معاك. وحاضر. طيب هنطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم مره ثانيه.